السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال يا ربي، ويدخل علينا هاد رمضان بالصحيحه والسلامه ورفع هاد الوباء، واللي مريض الله يشافيه يا ربي، واللي كيتمنى شي حاجه من عند الله الله يحققها ليه. اليوم ان شاء الله غنشارك معاكم هاد السفوف ولا سلو ولا الزميطه، كلها بلاد واش كيقولوا ليها، اللي غندير معكم انا الزميطه ديالي المعتمده ولا السلو المعتمد اللي ديما كنديرو، اللي كندير فيه زريعه الكتان. غندير رابع زريعه الكتان، وعندي هنا سكر كلاصي عندي نص كيلو، وعندي كيلونس ديال جنجلان محمر، وعندي كيلونس ديال اللوز اللي فسخته وخليته ليله كامله حتى نشف مزيان، غنقليه في الزيت. وعندي هنا الدقيق اللي حمرته عندي 2 كيلو، وعندي رابعة صغيرة يعني شي 125 غرام ديال النافع، وحبة حلاوة والنافع البستاني، عندي الزبدة، عندي واحد الكوزة، عندي المسكحرة اللي دكيتها مع سكر كلاصي، وغناخد غنجمعو بالزبدة والزيت اللي غنقلي فيه اللوز. ندوز دابا على بركة الله، وندوزو دابا باش نقليو داك اللوز، غندير واحد الكمية الزيت في المقلة، وانا غادي ندير فيه داك اللوز وهي باردة، الزيت بارد ما تخليوش الزيت حتى يسخن، ملي كديرو اللوز في الزيت بارد كيتحمر مزيان وكيجي مقرمش، كيتحمر حتى من الداخل. صدقوني البنات هاد السلو راه كيجي رائع، كيجي غزال. وبالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش اللوز مقلي في الزيت، يقدروا يدخلوه للفران يتحمر ويطحنوه، ماشي مشكل، كل واش كيفضل. دابا غنمشي نجيب واحد الكسرونة اخرى اللي غادي واحد المقلاه اخرى اللي غادي ندير فيها هذيك زريعه الكتان نصهدها. ما تحاولوش تحمروها بزاف لانها كتعطي واحد المروره، غنخليها حتى تحمر لي شويه وندوز نطحنها. وغندوز نجيب واحد الاناء اللي غادي ندير فيه باقي العناصر كيف ما كتلاحظوا، جبت واحد البانيو غندير فيه الدقيق، داك 2 كيلو ديال الدقيق، غندير النافع وحبه حلاوه، ندير داك السكر كلاصي، انا درت نص كيلو، نتوما كتبقى الحلاوه على حساب الذوق كل واحد واش كيبغي. دابا انا غنطحن ديك زريعه الكتان، ندوز نشوف اللوز ديالي بعدا، هانتوما كيف ما كتشوفوا هو بدا كيتقلى، ودرت الزبده ها هي تذوب. ها هو الزيت عفوا اللوز راه تقلى، ما تحمروش عاود بزاف باش ما يتحرقش ليكم، حيت ملي كتخرجوه عاود من الزيت راه كيعاود يزيد يتحمر. وندوز دابا باش نطحن داك الجنجلان، غنحاول نطحن الجنجلان شويه مزيان ونخلي واحد الزلافه صاينه. واخا في شويه تماره مي كيجي زوين صراحه، كيجي زوين. وكنستمر حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي ديال الجنجلان باش ندوزو نشوفو اللوز ها هو. هو بدا كيطحن ليا، غنحاول شي غنطحنو مزيان وشي غنخليه، و
وهاللوز ده هو تقريبا ها هو وجد عندهم كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. نخلي في هذا اللون ونقصوا العافيه البنات، نقصوا النار باش يتحمر اللوز مزيان. وهو دابا اللوز ديالي ها هو طحنتو، الجنجلان كذلك طحنتو مزيان، خليت هاد الزلافه صاينه وخليت هاد الكميه ديال اللوز هي هرمشتها. ندوزو باش نجمعو الكل دابا، وراني غربلت ديك زريعه الكتان، هي كتبان ليكم وما تصورتهاش، راه غربلت حتى هي زدتها مع الخليط. صافي غنخلط هاد الخليط كله، نبقاو نخلطو حتى ينسجمو لنا كاع العناصر. وغادي نجيب الزبده اللي ذوبت وخليتها تبردات شويه، غنخوي على هاد الخليط وغنبقى نجمع. وراه كيبغي شويه المجهود، خصو يتدلك باش يخرج داك الزيت ديال اللوز وجنجلان باش ما نكتروش الزيت والزبده. كندلكو على هاد الطريقه، انا راه دوزت معكم جميع المراحل باش يجيكم ساهل. ودابا غندير ديك المسكه حره اللي سبق دكيتها مع السكر كلاصي، وغنجيب واحد الحكاكه اللي غندير فيها ديك الكوزه نحكها. ورا داك الجنجلان اللي صاين راني زدتو نتوما كيف ما كتشوفو، وغنزيد داك اللوز حتى هو. وغنبقى ندخلهم مع بعضياتهم، وغنزيد واحد جوج معالق ديال القرفه نسيت ما ذكرتهمش لي معاكم في المقادير، انا ضروري كندير القرفه. وغنبقى معاك في الخليط ديالي على هذه الطريقه حتى يدلك ليا مزيان. تقريبا ها هو دابا وجد، راه تدلك تيجي على هذا الشكل. وانا راه درت الزيت، زدت شويه الزيت من داك الزيت ديال القليان باش تجمع ليا، ونتلاقاو في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي كيف ما كتلاحظوا، كيجي رائع، كيجي زوين، كيجي هائل، تشكلوه كيف ما بغيتو. نتمنىكم انكم تجربوه من الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنساوش ديروا لي اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وبالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله.